دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الخمسين تواليا، تزامنا مع ثاني أيام التهدئة الإنسانية المؤقتة مع توقف الغارات الجوية. وتحدثت مصادر فلسطينية عن خروقات إسرائيلية لاتفاق التهدئة عبر تحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية وعلى ارتفاعات كبيرة، فيما سمع إطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لقطاع غزة. يأتي هذا فيما يترقب الفلسطينيون الإفراج عن المزيد من أسراهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيما من المرتقب أيضا إفراج المقاومة عن دفعة ثانية من الرهائن المحتجزين لديها، حيث تواترت الأنباء عن إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن 42 فلسطينيا، بينما تطلق المقاومة سراح 14 أسيرا. الهدنة الإنسانية تدخل يومها الثاني في قطاع غزة لتوقف بشكل مؤقت شلال الدم الذي أهدر دماء عشرات الآلاف من أهالي غزة الذين تعتبر لهم هذه الهدنة استراحة محارب بعد أن واجهوا أبشع الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحقهم، وكذلك جريمة التجويع التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي. ابني أنا مات، هذا هو من قلة العلاج، مش لاقي علاج، مش ملاقيين أجهزة تتوفر لهم اللي قاعدهم تحت الأكسجين، تحت لا في كهرباء ولا في حاجة ما يعلم فيها الله. الله لوقتش يعني إحنا بدنا نضل زي هيك معي بكفي. طب الهدنة هذه بدنا هدنة على طول، احنا بدنا هدنة نهارين ويضحكوا علينا يعطونا بس يدقونا إبر بنج، بدنا احنا الهدنة نخلص، بدنا نخلص من هيك تعب. وتغيب طائرات الاستطلاع عن سماء جنوب قطاع غزة بشكل كامل، فيما تغيب عن سمائها في شمالي القطاع لست ساعات يوميا، كما وتمكنت فرق الإسعاف من انتشال عشرات الشهداء من شوارع غزة وشمالها بعد استشهادهم منذ أيام وربما أسابيع طويلة دون أن يتمكن أحد من الوصول لهم، كما وأكملت فرق الإسعاف نقل الجرحى من المشفى الأندونيسي والشفاء إلى مجمع ناصر والمشفى الأوروبي بخان يونس بعد تراجع الدبابات بعيدا عنهما. في هذا المشهد المهيب دفن هذه الأجساد في هذا القبر الجماعي لحدوث حالة من التحلل لغالب الأجساد، إكراما لهم يجري الآن في هذا المكان دفنهم في قبر جماعي واحد في محافظة خان يونس، وهم طبعا من أبناء محافظات شمال غزة. ووسط خرق طفيف للهدنة بإطلاق نيران على المحاور الحدودية، من المقرر الإفراج اليوم عن 13 رهينا لدى المقاومة الفلسطينية مقابل 39 أسيرا فلسطينيا في الجزء الثاني من الاتفاقية التي تشمل إطلاق سراح 50 إسرائيليا مدنيا ومن حملة الجنسيات مقابل 150 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال. وتبقى الهدنة أملاً بعودة آلاف النازحين لديارهم، لكن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يمنع التنقل ما بين شمال وجنوبي قطاع غزة. سعاد الإمام، تلفزيون دولة الكويت، غزة فلسطين.